السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في القناة. النهاردة يا جماعة أنا موجود في سنترو هيستوريكو ساو لويس، يعني الحي التاريخي لمدينة ساو لويس اللي هي عاصمة المارانياو، عاصمة مارانياو، ولاية مارانياو موجودة في الشمال. تمام. الجدار اللي قدامنا ده أصلا تقريبا بقاله بتاع 300 سنة مثلا، من ايام الاستعمار البرتغالي للبرازيل، والمدينة حدود المدينة الشمالية هناك. منظر رائع. ده الجدار بقاله حوالي بتاع 300 سنة بس. وانا نزلت النهاردة علشان اصطاد ان شاء الله. هنختار مكان كويس نصطاد فيه. طبعا ده زي الكورنيش، يعني بيبص على البحر اللي هي القناة اللي موجودة دي، الكوبري اللي هناك ده بيودي المدينة جوه. مدينة بقالها اكتر من 100 سنة، 200 سنة مثلا، مدينة عريقة يعني من ايام الاستعمار البرتغالي للبرازيل. حتى المباني هنا شكلها قديم، تحس انها مباني تاريخية يعني اثرية. ده منظر القناة من جوه. وهناك في سفن بتعدي بتروح للبورتو اللي موجود، بورتو ساو لويس. تمام. نختار مكان كويس نصطاد فيه، وان شاء الله اول ما نصطاد سمكة حلوة كده هنصور فيديو على طول. Gotta let it go.